سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار. سعيد دائما ما نقولش بخدمتكم ولكن بالتقاسم معكم للنقاش، نتناقشوا في مسائل كثيرة في الجزائر ولا ندعي امتلاكنا للحقيقة. المشاهد الكريم ماذا بينا لما يعني يساهم معنا في النقاش ولو من بيته ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. فالصبيحة راحين نتلاقاو مع مدير مؤسسة خاصة في الجزائر، يعني مختصة في إنجاز أو يعني صناعة أجهزة الحماية والأمن. لما نقول الحماية والأمن يعني نطاق واسع جدا، نطاق واسع جدا، واستمارشي كبير جدا في الجزائر، سوق كبيرة جدا في الجزائر. ضيفنا في هذه الصبيحة هو سيد إقداد الياس، مرحبا بك على قناة البلاد. الله يسلمك. إذا أنتم خدمتوا طائرة بدون طيار وروبو تاع استطلاع، روبو استطلاع يعني يقدر يكون للتحواس، يقدر يكون للإنقاذ، يقدر يكون لكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. إقداد الياس، مدير مؤسسة خاصة بالحماية والأمن. قولها المؤسسة، أول بيلدينغ سيرفيس. شكرا. أول بيلدينغ سيرفيس هي أنشئت في 2002. حنايا انا مهندس خريج جامعه جزائريه، كان عندي تربصات في الخارج وتكوين في مجال الحمايه والامن، وكل تخصص تاعي في المدن الذكيه. دونك بهذا التخصص هذا وانا والفرقه تاعي التقنيه، مانيش وحدي، هو عمل جماعي على كل حال، قمنا بالانجاز. هذا مرحله ثانيه، مره ثانيه نقوم بالانجاز طائره بدون طيار. المهمه تاعها هي الاستطلاع والحمايه، والاستطلاع وتمد المعلومات لرجال الحمايه المدنيه. حنا الفكره هذه مثلا الاحداث اللي صراو الحرائق والناس اللي تبحروا مثلا في الصحراء ولا الناس اللي تبحروا في تيكجده مثلا، رجال الحمايه المدنيه كانت عندها صعوبات في تبحر لك في البحر، في البحر وين ما لا اكزاكتومون. المهمه في الشط شيخ يعني، او حتى هي الماده تاعها طائره، الماده تاعها حتى 5 كيلومتر، نقدر نروحوا اكثر نزيدوا جزاء اخرى. سامحني سي الياس، لو كو تاعها شحال؟ غالي، غاليه ماشي غاليه؟ هي مشكل الكو تاعها غالي بارابول استعمال الطائرات العموديه. بون كي تقول، سامحني، كي تقول لي بارابول استعمال الطائرات العموديه ماهوش غالي، وكي تقول لي كذلك بارابول ما ستنجزه مش غالية، حتنقذ أرواح، ولكن مع ذلك غالية ماشي غالية؟ لا ماشي غالية، الكوتة مش هيكون غالي بسبب داكور. نزيد نسقسيك أمر آخر سامحني إذا كانت كرمت. هل المنتوج تاعكم هذا يا قدرتوا تبيعوه؟ حاليا هو أول عرض تاعنا. احنا الهدف تاعنا هو أن ديجا بين السلطات المعنية أن هناك الناس المهندسين الجزائريين قادرين يصنعوا هذه الأشياء اللي تتباع في أوروبا. وهو مش اختراع، هو المنتوج هذا يتواجد في أوروبا وراه مستعمل مدة عوام. احنا هنايا مالوزمون دائما اون ديبوند. ربما في أوروبا دخل في حكاية يعني كما يقولوا تكنولوجيا متقدمة، يعني والله غير تكنولوجيا هادية حنايا اللي تزيد اليوم يومين ثلاث أيام سلام عليكم قديمة هذه. لا احنا بهذا المنتوج هذا رانا نقولوا نقدر نقول على بوش، على بوش هذا التزويد الاخراني طائره بدون طيار عندها اقلاع بمنصه اطلاع وسهله الاستعمال للرجال، ما يحتاج انسان يكون متكون تكوين كبير. هذه سيلياس انت تبيعها للدوله، يعني مؤسسه الدوله هي مؤسسه الدوله هي تسحقها. رجال حمايه مدنيه، الناس انسان يتبحر لك في الصحراء، عندك الصحراء تاعنا الله يبارك مساحه شاسعه. نعم. نعم. غير لسان يقولها باش تبدا تحوس. منين تبدا تحوس؟ انا نبعت هادو ما طائرات يقولها غير لسان والحسات اللي يحسدون عليها. الله يبارك، ربي يبارك في الارض تاعنا. الناس نبعتوها وتقوم بالجوله وستطلع عندك 40 دقيقه شاسعه، انسان يلبس لانيونات تاع ايميرسيون كانه هو راه يشوف بعينيه. وفي حاله ما تنفقدان الاشاره ولا فقدان البطاريه الطائره تاعها تولي نفسها البوان ا، ما كاش خساره، ما كاش، ما يحتاج تكوين كبير. سهل الاستعمال. في حاله مثلا نشوف حريق، العام اللي فات شحمك عندنا مدير حريق في الجزائر في تيتوان ناسيونال، تكون في الاحراش وفي المناطق الوعره وكذا الطائره. هي المهمه تاعها انه الناس اللي يكونوا اوصول الكوموندمون تاع لا بومبي يكون عنده المعلومه.
الطائره هي تطير تشوف اتجاه النار اغوش ادروات ريجر او سول اسكو ماهمش محاصرين كما الناس ربي يرحمهم يتوفوا ليس هذو الذين انجزوا الطائره ولا هذا الروبو تاع الاستطلاع جزائريين 100% جزائريين عندي المهندس تاعنا بالهادي نشود هو خبير في هذه الامور تاع الطائرات مش معنا في البلاطو هو اصل تاع هذا المشروع هذا وحنا في اطار تقني عاوناه باش نجزناه طيب فضل. سامحني زيد فضلك مساله اخرى بون انا ماذا بيا نتكلموا اون ميم طون لانه عندي 15 دقيقه أوكي. على الروبو تاع الاستطلاع وعلى الطائره اعطيني الروبو تاع الاستطلاع الروبو هذايا هو سيت ان تو تيران دونك سياره ربع دف بيشوني المهمه تاعها واش هي في حال مثلا عندنا احنا الانفاق تاع سيارة مثلا لا قدر الله كاين حادث وحادث كارثه كبيره احنا شفناهم في ترونجي الحوادث اللي صراو في الانفاق مشكل كبير الروبو تاع الاستطلاع هو مجهز بكاميرا حراريه وكاميرا عاديه كاميرا حراريه في حاله كاين انعدام الرؤيه رجال حيوان مدني يقدر يعرفوا اسكو كاين داخل دي بليسي ولا كاين دي فيكتيم المهمه تاعو الثانيه عنده اناليزور تاع الغاز فيه كاشف الغاز ولا كانت الغاز هذيك خارجه سامه ولا توكسيك تمد الاشاره في الكوموندمون تاع البومبي باش رجال الحمايه المدنيه يكونوا جاهزين باش يقدروا يتنقلوا مباشره للداخل ياخذوا الاحتياطات تاعهم دائما احنا ما نكونش مجازفه بالرجال تاعنا يحموهم التجهيزات اللي خدمتوا بها للطائره بدون طيار والروبو هذا يعني لا ماتير بروميير ولا لا بياس ولا سامحني بالك انا ما نعرفش واش راني نقول يعني هل موجودة هنا في الجزائر صنعتوها انتوما استوردتوها هي شوف بخصوص طائرة بدون طيار هي معظمها هي 50-55% إنجاز لوكال وطني عندنا ميم لو مول باش تخدم اون كا ولا كاين كوموند ا غروند ايشال دونك الانجاز تاع ليل فولونت هذيك مخدومه 100% عندك لي زيكيبمون امباركي تسمى تو سكي تكنولوجي دو بوينت هذوك نستوردوها سكسك توا في نورمال وهذا امر طبيعي طبعا يعني كان مؤسسه العالميه يجيبوا اكزاكتومون فيما يخص الروبو هذاك فيما يخص الروبو هذاك هو انجاز وطني بارتيكمون في نفس نسبه الادماج ما عدا الالكترونيك امباركي اسمح لي نزيد نسقسيك سؤال اخر انتم الان تعامل تاعكم الاساسي هو مع مؤسسات الدوله يعني خواص ممكن واحد عنده قطعه ارض تاع 5000 قطار ولا كاينين جزائريين في المعرض جونا جماعه تاع القطار الفلاحي وكانوا مهتمين بالطائره بدون طيار الان السؤال الذي يطرح شحال من لي زابيل دوفر شاركتوا فيهم انتم مازال هذا اول عرض تاعنا لهذا المنتوج هذايا وان شاء الله بهذا المعرض هذا ان شاء الله اللي قمنا به ويكون ان شاء الله يكون طالب لاحظت حنايا في الجزائر ما كاش المعلومات تنقل عن طريق وسائل الاعلام وعن طريق المراعد ان شاء الله يكون يقبل باع جاونا جماعه تاع الفلاحه في الصحراء كانوا تريزانتيريسي بارابور الطائر بن طيار باش يشوفوا المحاصيل تاعهم عندنا محاصيل شاسعه الله يبارك 50 هكتار 100 هكتار يقول لك انا لازم لي وسائل تقنيه باش نقدر نعس المحاصيل تاعنا طيب الان كاين مساله اخرى انتم شركه خاصه يعني متخصصه في انجاز اجهزه الحمايه والامن وغيره كيفاش راكم تعيشوا اس كاين تما دي بروجي تساهموا فيهم دي زابيل دوفر امور من القبيل يعني المؤسسه هنا هي مؤسسه ادماج حلول تاع الامنيه دونك حنا نشاركوا في كل لي زابيل دوفر ناسيونال في الجزائر نقوموا بحمايه المباني المصانع لي زوتيل حمايه نستعملوا كاع الوسائل فوالا امر مهم جدا قبل سنوات عندنا وسائل فجر مصنع تاع تاع لي ديودورون ديزودوريزون في الصيف دار كارثه كبيره نعم احنا عندنا وسائل هذيك تاع حمايه الكترونيه ونقوموا بالتوعيه كتوعيه الناس كانت في اطار دي فورماسيون نديروهم في المكتب تاعنا هل المؤسسات في الجزائر سواء خاصه او عامه تثق فيكم انتما ولا لازم تجوزوا عن طريق الاجنبي يعني كانت مرحله شويه صعبه شفناها صح جوزوا على شاك فوا مع الاجانب نكونوا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه واكثر يعني الاجنبي انجازات اجنبي يدير المشاريع وحنا نكونوا ويجي هو يسوتريتي معنا مباشره يعني بالكابل بالماتيريال كلش فوالا طيب الان كاين مساله اخرى في قضيه هذه طائره بدون طيار والروبو اجهزه هذه الحمايه وغيره هل
يعني ممكن اذا ما لقيتوش لو مارشي هنا في الجزائر تبيعوها لطرونكو بيان سور. هذه حاجه بين هذه لو نورمالمون انت ما دابيك تبيعوا هنا في الجزائر يعني دابين بيعوا في الجزائر سو نورمال. طيب وش هي مشاريعكم المستقبليه مع الشهريه تفتحت الان؟ اكزاكتومون حنا نشوف حنا كان الهدف تاعنا اوسي باش نبينوا الناس بلي كي تحب تخدم حاجه ما لازمش يكون ماشي شرط يكون عندك مصنع. نعطيك الفكره تاعنا حنا مؤسسات تاع ادماج حلول امنيه. انا ما عنديش مصنع تاع حديد ما عنديش مصنع تاع صباغه دونك كيما الروبو مثلا هذاك حنا كاين مؤسسه جزائريه نتعاملوا معها عندنا نفس التفكير كيما يديروا في البلدان المجاوره. يقول لك مثلا انا الحديد مثلا ماهوش تخصص تاعي كاين مؤسسات هنا في الجزائر يخدموا الحديد حنا سولتي نعطي لهم التصميم تاعنا هو يخدم لي الحديد في طيلاء نفس الشيء كاين مؤسسه جزائريه دونك حنا نديروا شبكه تاع تطوير من الناس اللي هادو ما بالك ستوديون ولا الناس اللي يحبوا عندهم فكره باش يخدموا حاجه يقول لك انا لازم لي لوزين باش نخدم نو تدير مشروع تاعك ومن بعد فوسو ديال تيم كاين سوسيتي جيريان يخدموا لنا عندهم خبره عندهم كفاءه في الميدان تاعك ينصحوك انتم كانوا راكم فابلاب سي نورمال سي سكي سباس في لو موند اونتي بريفي يعني اكزاكتومون ما يكون لازم يكون هذا التفكير شنو كنا نبداو نفكروا نخدموا كلش يكون اعجاز. طيب انا راهي دخلت لي في واحد المساله هكذا قضيه هذو لي ستارت اب وكذا الى اخره راهم على مود دوكا على مود مع الأحيان نعرفوا كيسكو سي ومع الأحيان لا نعرف يعني نقاش كبير ناس مهم كاين إقبال كثير من الناس يقول لك لا ستارت اب هذه سي با زونيدي مش فكرة فقط ما مدى يعني هل يعني في بعض الأحيان الاختراع هذا هو أمر بسيط جدا. نعطيك أنا مثال باش نقرب لك الفهم يعني باش نقدر تفهمني يعني ربما يخوني التعبير. احنا جدودنا كانوا يكنسوا بالمصلحة هذيك ويطابسوا هكذا وما تقول لك انا ظهري ولا يقول ظهري. جاء سيد المونش السلام عليكم مسيو بوبال اختار على بوبال لو بريفي دو باري دار بوبالة وين الفرنسي يرمي اموره بسيطة جدا اختراع بقى على بساطته. هل اليوم هذه الاختراعات هذه انت سيلياس تفضل وتشجع الناس باش يروحوا الامور البسيطه جدا يعني اللي ممكن تحلى بها الحياه؟ صح يدي فوت عندك الحق الانسان البسيطه والنظره تختلف. انسان ديفا يشوف الاختراع هذاك واش عنده الهدف تاعو ما يروحش يكومبليكي لي شوز بزاف. حنا رانا نتابعوا هذا حنا كمؤسسه نتابعوا تطور هادو مال ستارت اب نتابعوا ستارت اب ونشوفوا العصافير النادره يعني ان شاء الله بيان سور الا كانوا دي فوا دي زوبورتينيتي هذه مليح. انا الحاجه اللي نشوفها اوسي كانت كو مهندس وهو مديور للاختراع ماشي حنا في انا كمهندس نعطي الخبره تاعي مثلا كمهندس كي ندير مؤسسة نولي مناجر ندخل في إطار إداري تسير نعم. دونك العمل تاعي الأساسي كي كنت مهندس ماهوش يكون 100% ولا كان هادوما لي ستارت اب هادوما يديروا عندهم إنجازات الله يبارك إن شاء الله هادوما يتعاملوا مع المؤسسات أحسن يعني يخلي التسيير لمؤسسة أخرى كل واحد بالعمل تاعو نعم. باك يكون عنده يكون بلو بروديكتيف في الابداع تاعو نعم. باش يكون متخصص هو خلاص البرودوي تاعو يتباع ما عندوش اشكال تاعو هو يتخصص يزيد حاجات اخرى. كاين مساله اخرى الان كاين ناس انا عندي فكره هكذا ما نعرف الا راني غلطت تقول تفضل بيسر. الان نظن بانه التكنولوجيا في العالم تدا مقراطه اصبحت على بورتي دو تو الموند. الان يبقى الوسائل ولا ماتيير غريز تاعك هل هذا يعني الشيء اللي نقول فيه صحيح يعني صح عندك الحق هذيك هاي وحنا لازم حنايا لازم نتماشوا مع هذا الامر هذايا ونبروفيتيو باسكو هذه فرصه ما تتعوضش هذه فرصه ما تتعوضش وحنا لازم الدوله تاعنا عندها النيه في هذا نمشي في هذا الامر ابداع وتتكل على الابناء تاعها. كاين لازم امور لازم تسقم حنا كاين قوانين قدم مازال بيمشيو عرق يعرقلو بزاف الامور هذوما باش نجيبوا الاجهزه مثلا هذوما سا برون دي طون سا برون دي زوتوريزاسيون سا برون بوكو طون شغل الامور يديروا دي زوبستاكل وين حتى التكنولوجيا قلتها راه تطور في شهر شهرين البرودوي تبدل والحال يتطور لازم نكونوا حنايا نكونوا اشوفال مع هذا التنفيذ. نعطيك مثال احنا باش نجيب مثلا ان كولي من اسيا مقارن بلد مقارنه اسيا الجزائر 14 يوم باش تجيبوا بنفس البرودوي الى بلد اوروبي 4 ايام
نعم. كان إشكال. نعم. جيبوا من تم من فرنسا للجزائر ساتكوت 100 يورو من نفس البرودوي جيبوا تبعتوه من فرنسا لكندا 30 دولار. كان هادو نعم. لازم شغل لي زوتوريزاسيون هادو ما وهذا الاشكال تاع النقل هذا لازم يكون وخاضعين انتم للرخصه في الترخيص في الاستيراد عندنا اعتماد عندنا كلش لا نقصد هل خاضعين يعني للترخيص بيان سور بيان سور نعم لازم وهذه المساله هذه تاع الرخصه تقلقكم تقلقكم سا برون دي طون سا برون دي طون لازم يكون شويه تكون بلوس سوبل الامور باش نقدروا نسرعوا في الانجاز تاعنا ويكون العمل تاعنا شويه اسرع. وشي المشاريع المستقبليه يعني اللي ربما الان راه لو مارشي دو لوكوموبيل في الجزائر رايح يعني مع دخول فيات وكذا هل يعني كاين حوايج ممكن حنا دوك حنا توجور المشاريع تاعنا دوك نكملوا في نفس المجال اللي رانا فيه نفس التخصص تاعنا هو الحمايه اولا دونك بالك نشوفوا في المجال الزراعي كاين ان بيزوان كبير مع هادو شنا حنا لي جون لي راهم ينفيستيو في الصحراء عندهم بيزوان باش يحصلوا المحاصيل تاعهم لي بروبليم دو كومونيكاسيون كيفاش يجيب المعلومات تاعو على المحاصيل تاعو نقعدوا في التخصص تاعنا تاع تطوير هاد المنشآت هادوما ولكن ماذا بكم تبيعوا يعني سي نورمال ان شاء الله ماذا بكم تبيعوا مع هادو لي بيت طيب الان بالنسبة لي يعني لهذا الروبو تاع الاستطلاع يعني كيف داير كيفاش داير هو هو روبو تو تيرا الصور موجوده على الحال ولكن روبو تو تيرا قلت لك فيه با مال دوبسيون وهو متعدد الخدمات دونك يقدر مثلا كيما راهو هذايا نحولوه يديروا له منصه تاع اطفاء يتبرونشا مع تويو تاع ريكستيسيون يقدر يطفي عادي تجربه درناها العام اللي فات وكنت نتوما اول من عرضتوا هذا المشروع تاعنا في القناه تاعكم ويقدر كانت يكون مثلا عنده دي زيكيبون تاعو تاع تنصت كيكون داخل ان تونل مثلا ولا عنده انفيرومون ولا كانوا ضحايا رجال حمايه مدنيه يقدروا يتكلموا معهم عن بعد ويسمعوا لهم قال رانا جايين رانا قبل ما تقلقوش راهم جايين حمايه تاعكم درتوا دي زي سي مازال دونك بعد كملنا مع رجال حمايه مدنيه جاونا عندنا في لافوار كان ممثلين تاع وزاره الصناعه حضروا معنا شافوا المشروع ونسناو حكايه الهومولوغاسيون هذه نعم احنا قدمنا او نيفو دو لوخر الملف لينابي هي مسكلفه بهذه الامور هذه لينابي اللي هي المنتوج تاعنا يكون محمي اكزاكتومون متاكد باللي محمي 100% ان شاء الله ان شاء الله اسكو شفتوا مونداتير هما حتى القياده هي حنا تبعوا في المستوى ما رحتوا تما سجلتوا برك لا سجلنا تماك والناس تماك استقبلونا ما شاء الله معليش سي دي جون الله يبارك مساله الحمايه هذه مهمه جدا حنا خدمنا ملف تبعنا القوانين الجزائريه حط الملف تاعك من البارح تاع ممثلين تاع وزاره الصناعه طرحوا لنا نفس السؤال قلنا لهم واش درنا قال لك هذه هي سي لا بروسيدور نشكرك سي الياس مدير مؤسسه خاصه مختصه في انجاز اجهزه الحمايه والامن تقدر تقول لي المؤسسه واسمها اول بيلدينغ سيرفيس اول بيلدينغ سيرفيس كل بنايات كل الخدمات المتعلقه بالبنايات بالبنايات يعني نديروا البوبليسيتي ديالو زياده في راس مالنا ان شاء الله دراهمك كي تربح تولي ملياردير يبقاو في الجزائر يا سير ونستفاد منهم انا نستفاد منهم اكزاكتومون اشكرك سيدي شكرا نتمنوا لك التوفيق ليك والمؤسسه تاعك ونتمنوا لكل من يساهم في بناء هذا الوطن هذا ربي يقدرنا ان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى ان شاء الله بلاك مع اختراعات ان شاء الله اكثر بساطه وترجع الحياه احلى يعني تسهل الحياه ان شاء الله إذا مشاهدينا الكرام ألتقي بكم بعد الفاصل مع شاب آخر كذلك مسؤول في مؤسسة اخترعوا كذلك جهاز لكاشف للغازات المتسربة وأنتم تعرفوا أن الغازات هذه راهي تقتل كثير من الجزائريين لأسباب تافهة جدا وللأسف تروح من أجلها أرواح الله سبحانه وتعالى يعني عنده عزيزة وغالية جدا إذا ألتقي معكم بعد الفاصل.